الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون ضرورة السيطرة على سعر صرف العملة الصعبة، مبينين أن ارتفاع الدولار الأمريكي سينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي. وقال الخبراء إن السوق العراقي يعتمد بالدرجة الأولى على السلع المستوردة بعد تدهور القطاع الإنتاجي، فأصبح العراق سوقا رائجا للسلع الأجنبية، مبينين أن زيادة الاستيراد تعني زيادة في كميات العملة الصعبة الخارجة من البلاد التي تزيد من كمية الطلب عليها، ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها وبالتالي ارتفاع أسعار المواد المستوردة. وأضافوا أن مصدر العملة الصعبة في العراق هو صادرات النفط، فكلما زادت كمية تصدير النفط زادت كمية الأموال الصعبة داخل العراق، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار ورخص الأسعار. انخفضت أسعار خامي البصر المتوسط والثقيل بشكل كبير مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وانخفض خام البصر المتوسط المصدر لآسيا بنسبة 4.25% ليصل إلى 77 دولارا و90 سنتا للبرميل الواحد، فيما انخفض خام البصر الثقيل المصدر لآسيا بما يعادل 6.42% ليصل إلى 70 دولارا و85 سنتا للبرميل. وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا خلال الأسبوع الحالي مع انخفاض الطلب وسط مخاوف الركود الاقتصادي. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد فيما استقرت في أسواق أربيل. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 372 ألف دينار، وسعر الشراء 368 ألفا. وأضاف المصدر أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضا عند 342 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 338 ألفا. أما أسعار الذهب في أربيل فقد شهدت استقرارا، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 430 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 380 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 325 ألف دينار. توسعت رقعة إضراب الشاحنات بمحافظات الأردن في يومها الرابع على التوالي، احتجاجاً على الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية وتدني أجور النقل. ومع ارتفاع وتيرة إضراب الشاحنات، تتكدس الحاويات المحملة بالبضائع والمواد الأولية على أرصفة مواني خليج العقبة الساحلي، وشهدت عمليات المناولة ركودا في النقل، ما يهدد سلاسل الإمداد خاصة الحبوب والنفط الخام المنقول بالصهاريج. وصباح يوم الأحد الماضي بدأت نقابة أصحاب الشاحنات إضرابا عن العمل، إذ توقفت الشاحنات والبرادات في محافظة العقبة عن دخول الموانئ وتحميل الحاويات، وتبعها توقف للشاحنات في الميناء البري بمحافظة معان، وتوسع الإضراب ليشمل العديد من محافظات المملكة. تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها هذا العام بسبب عدم اليقين الاقتصادي واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة ضغطا على الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.16% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتا واحدا لتصل إلى 74 دولارا و24 سنتا للبرميل. كما تراجعت مؤشرات وول ستريت بسبب حالة عدم اليقين بشأن اتجاه رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والمزيد من الحديث عن ركود يلوح في الأفق. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.